لقاء نهائي لتعيين الفائز بالميدالية الذهبية. وهذه إصابة في الذهبية. وهذا إذا ما رأينا الإمكانيات المتوفرة لدى اللاعبات وكذلك اللياقة البدنية. وهذه إصابة من جيدوش، إصابة في منتخب. ويرفض هذا الهدف بفارغ الصبر، وتصطدم بالعارضة وتعود للميدان وما تمكنش. ضربة جزاء كما نشاهد من تنفيذ اللاعبة جيدوش، وتسجل جيدوش الإصابة الثالثة، وتصبح النتيجة 3 إصابات مقابل إصابة واحدة لرؤية الجزائر تتطور في جميع المجالات والمجال الرياضي بطبيعة الحال. وإصابة رابعة من طرف اللاعب شاهد رقم 15. وشاهد الإعادة، شوفوا كيفاش كل روعة. تغيير في اللعب عن طريق داودي وفيه غلطة ومخالفة لصالح الفريق الجزائري. إصابة في منتهى الروعة من طرف اللاعبة أملو صاحبة الجمهور غفير جدا، شجع الفريق الوطني الجزائري. والهدف والإصابة السادسة من الفريق الجزائري كما شاهد. مغمول وبن حمودة ترجع لها الكرة لداودي من هناك، وعرقلة واضحة، ومخالفة نفذ بسرعة بن عبد الله الآن في محاولة فردية، وتسجل الإصابة التاسعة. حقيقة كانت إصابة في منتهى الروعة لصالح الفريق الجزائري. بن حمودة، داودي، مغمول،
سفيان عبد الله، زيداني جميلة تصطدم بالعارضة، تصطدم بالعارضة وتعود للميدان وإعادة للميدان لصالح المناسب. والفريق الكاميروني الآن في المحاولة نتاعو والهجوم المعاكس، لكن الدفاع نتاعنا يسترجع القوة نتاعو، يعود للدفاع من هناك. نقولوا رقم 10 هذه لتحاول، وكذلك نقو مبوغ مبوغ، ونقولوا دائما في المحاولات محاولات مشي بالكرة، لكن الحكم ما يقول حتى شيء. سيبو وتغيير في اللعب كما نشاهد، محاولة وتسجل تسجل مبوغ رقم 6 هي صاحبة الهدف. بن عبدالله الآن مغمول، داودي تتركها لمال ومحاولة وتسجل. يقول الحكم لا منطقة، يقول حقيقة ما مستوى انت لبس به. وكذلك الفريق انتعنا تمكن في هذا الشوط باش ينظم هجومات عديدة، وكذلك باش يصمد امام المحاولات انتع المحاولات العديدة انتع الفريق الكاميروني. وكما شاهد ينتهي الشوط الاول بنتيجة 9 إصابات مقابل 4 لصالح فريقنا. اذا اصدقائي الرياضيين لنا عودة معكم في الشوط الثاني، والى اللقاء. ذلك في إطار الدور النهائي لدورة كرة اليد في إطار الألعاب الإفريقية الثالثة، واللي كنا تركنا الشوط الأول منها لصالح فريقنا الوطني. تمكن الآن اللاعبة الجزائرية سيبو بل زيداني من إضافة الإصابة 10، والآن تنفذ ناحية سيبو. سيبو كيتوك، وكيتوك ترجع، والحارسة بروعة، الحارسة حبيلي ناحية زميلتها زيداني. قيدوش مغمول شاد، مغمول قيدوش زيداني ناحية زميلتها، ترجع المغمول تحاول باش تعدى ما تمكنش. لا حارسة كانت بالمرصاد، الحارسة نقولو حارسة الكاميرون هذه سيبو. زيداني قيدوش مغمول، مغمول دوادي، دوادي قيدوش، قيدوش مرة ثانية. شوف كيفاش تحاول باش تفتك، جميلة من طرف قيدوش، ما تمكنش دوادي، ما كانتش في الواقع في وضعية قيدوش. دائما وراء هذه الضربات، وتخرج الحارسة إيكولا، وربما تعوض من تعوض بالحارسة صوبي أو إيكولا، هي اللي تدخل وتخرج صوبي. إيكولا وقيدوش في التنفيذ وتسجل، تسجل الإصابة 11 لصالح الفريق الجزائري. قيدوش الهدافة بن حمودة، مغمول زيداني بن عبد الله، تنافس كبير. مغمول من هناك تغير لعب ناحية بن حمودة، مغمول شوف ثلاث لاعبات زيداني جميلة. سجل سجل اللاعب بن عبد الله، تسجل الإصابة 12، حيث حقيقة تمكن في منتهى الروعة والرشاقة، وتتمكن بكل روعة فريق يفصل ما بين الفريق نتاعنا وفريق الكاميرون. مغمول من هناك لزيداني بن عبد الله، محاصرة كبيرة للاعبة أملو بن حمودة، داودي، مغمول، زيداني بن عبد الله، حتى هي الآن محاصرة بن حمودة وداودي، لكن ضعيفة ضعيفة، والحكم يقول ضربة جزاء بعد التدخل الغير شرعي نتاع إحدى اللاعبات
تدخل قيدوش نظن قيدوش راح تدخل صاحبة الرميات الرصينة وعندها تصويب ذكي قيدوش والنتيجة نتاع المقابلة 12 الإصابة قيدوش تستعد كما شاهد لتنفيذ هذا الرمية تنفذ وتسجل تسجل بكل روعة ولا شاقة ورزانة الهدف الثالث عشر في هذا الجزاء لأن ما كانش فيه خشونة تخرج حابلي وتعوض باللاعبة بوعلام اللاعبة بوعلام تنفيذ المخالفة من طرف صداي وتسجل أو اللاعبة رقم 10 ليا نقولوا تسجل الإصابة 11 وأن داودي من هناك قيدوش زيداني مغمول في محاولات وكأنهم يدرسوا في خطة جديدة للتصرف في الدفاع الكاميروني الدفاع المتين ورمية قوية لكن تصطدم بالحارسة تصطدم بالحارسة وتخرج حارسة إيكولا تاع الكاميرون 6 دقائق فقط على حالها رغم هذا التدخل الغير شرعي تاع الحكم تبقى النتيجة كما شاهد لصالح مغمول وزميلاتها خشونة خشونة كبيرة والحكم يقول حتى إنذار قارفة الآن في محاولة من هناك لصالح زيداني مغمول تترك الكرة دائما لصالح زيداني مغمول وقارفة ما تسجلش قارفة وضربة جزاء ضربة جزاء تستفيد منها قارفة قارفة دقيقة واحدة فقط لازم باش الفريق نتاعنا يحافظ على هذه النتيجة الإيجابية هذه النتيجة المشجعة تسجل تسجل مغمول تسجل تسجل بكل روعة الإصابة 16 في هذه المقابلة زيداني في محاولة من هناك وتدخل هذا اللاعب رقم 2 مشاهدوا الآن لاعب الفردي لاعب الفردي كل لاعبة قبل لاعبة أخرى نتيجة 17 إصابة مقابل 12 وهكذا يفوز فريقنا الوطني للإناث بالميدالية الذهبية وهكذا تضاف هذه الميدالية لرصيد الميداليات التي تحقق من يوم لآخر وتفتك من يوم لآخر وهكذا تحققنا زميلات قيدوش مغمول بن عبد الله كلهم يحقوا هذا الانتصار ويشاركوا كذلك افتكاك هذه الميدالية الذهبية حقيقة انه انتصار كبير حصل عليه اللاعبات الجزائرية في هذه المقابلة وناويين على هذيك والوحد اخرى الجزائرية اللي حققت عندها مات رياضية رغم ان الخشونة كانت مستعملة من طرف الفريق في الشوط الثاني هذا اللي كانت ملاحظة طوال هذا الشوط على كل ¡Gracias!
في هذا الشوط وكذلك في هذه